مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلو القهوة السريعة. حلو كتير كتير سهلة وبسيطة وكتير طيبة ورائعة، وإن شاء الله بتنال إعجابكم بهيدا الشكل. كتير كتير طيبة وسهلة وما بتاخد معنا وقت بالتحضير، ورح تعجب كتير كتير اللي بحبوا شرب القهوة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. كوب، اثنين، حطينا كوبين حليب، ملعقة طعم سكر، ملعقة صغيرة نسكافيه، قهوة سريعة الذوبان، ملعقة طعم نشا. حركن تحريك بسيط، بحطن على الغاز وبحركن تحريك مستمر ليشتد عنا الخليط. بس صار الخليط بهيدا الشكل، هلا منطفي الغاز. حط بسكوت، وبحط النسكافيه اللي عملتها انا وياكم. بحطهم بالبراد وبتركهم حوالي نص ساعه ليجمدوا. بحط ملعقه طعم سكر، نص ملعقة نسكافيه، ملعقتين طعم مي، بخفقن على سرعة عالية. خلصنا خفق بس صار عنا هيدا القوام. بعد نص ساعة بحط هيدي الكريمة اللي عملتها انا وياكم عوج النسكافيه، بنوزعها بهيدي الطريقة. إذا حبيتوا تعملوا زينة خفيفة بهيدا الشكل من النسكافيه، بيعطي شكل كتير حلو ورائع. هيدي حلو النسكافيه القهوة السريعة اللي عملتها أنا وياكم، أخدت معنا بالتحضير حوالي 7 دقايق. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.